بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس: سلسلة تمارين تكافؤ الكتلة طاقة. نتناول في هذا الفيديو إن شاء الله إنجاز تمرين رقم جوج. تمرين رقم جوج: كتلة نواة. كتلة نواة إكس زد أ هي M تساوي 234.99332 U، وحدة الكتلة الذرية. وطاقة ربطها، وطاقة ربطها ال تساوي 1783.6 ميف. السؤال الأول: أعطي تعبير طاقة الربط. سؤال واحد: أعطي تعبير طاقة الربط. سؤال الجواب: طاقة الربط ال تساوي دلتا ام تساوي 2، تساوي ايضا زد في ام بي زائد ا ناقص زد في ام ان ناقص ام، كتلة نواة واحدة، مجموع كتل النويات ناقص كتلة النواة، ويسمى ما يسمى بالنقص الكتلي. ثانيا، السؤال رقم 2: أوجد تعبير لعدد عدد الشحنة زد. أوجد ثانيا أوجد تعبير عدد الشحنة زد. هنا عفوا لدينا كتلة نواة، نواة إكس زد 235 أ، 235 أ معروفة، وزد مجهول. أوجد تعبير، قلنا عدد الشحنة زد. الجواب: لدينا دلتا ام، نأخذ العلاقة للسؤال رقم واحد، دلتا ام تساوي ال على السي اثنان، تساوي ايضا زد في ام بي، ننشر ا في ام ان ناقص زد في ام ان ناقص ام، نعمل زد ام بي زد ام ان، زد عامل لام بي ناقص ام ان يساوي او ال على السي اثنان ناقص ا في ام ان زائد ام، أي زد تساوي أو ال على السي اثنان ناقص أ في أم إن زائد أم على أم بي ناقص أم إن. نعود تطبيق الأعدادي: زد تساوي الطريق العددي ال على السي اثنان، اذن 1783.6 ميف سي اثنان، نقول السي ناقص جوج،
نفس ناقص جوج سي اتنان فوق تحول إلى سي ناقص جوج ناقص أ 235 في إم إن، إم إن 1.00 8665 زائد إم معطيات 203 234 فاصلة 99332 على إم بي 1.00 7627 7627 7276 276 7276 ناقص 1 كتلة نيوترون 0655 يعني كتلة البروتون ناقص كتلة النيوترون. بالنسبة لحساب هذا العدد لدينا هذا بالمئة في ناقص جوج وهذا ب U، إذن يجب أن يكون نفس الوحدة، إذن نحول إلى الوحدة U كتلة الوحدة الذرية نقسم على 931.5، إذن زد تساوي أعيد نفس 1783.6 ميف سي ناقص جوج نقسم على 931.5 ميف سي ناقص جوج، لأن واحد أو يساوي 931.5 ميف سي ناقص جوج، إذن الآن الوحدة بالأو، أما الباقي يبقى كما هو 235 في 1.0865 234.932 على 1.07276 ناقص 1.00866 باستعمال الحاسبة نجد زائد 92، إذن هذا عنصر أورانيوم 92.5 235.